أستاذ إيمان من اسكندرية، اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء الخير، اتفضلي. والله أنا أولاً طبعاً متعاطفة مع البنت، هي في الأول وفي الآخر بنت ورفقاً بالقوارير، وواضح إن في يعني المحامي بتاع الأستاذ التالي قال كلمة أنا يعني محدش ياخد باله منها، قال هو مش جوه مصر. طب إيه الحل؟ يعني لو البنت دي طلعت فعلاً ضحية، إيه الحل مع الشخص اللي هرب بره مصر وهرب ليه؟ دي نمرة واحد. انت شايفه، انت شايفه ان هو مش جوه مصر متعمد؟ هو مش جوه مصر ليه؟ صحيح، هو ايوه، يعمل ايه بره مصر؟ قال كده، قال هو مش جوه مصر بقاله شهر. اشمعنى بقاله شهر بس؟ الواقع بقى لها اكتر من شهر و20 يوم، يعني ويمكن اكتر كمان، شهرين مثلا. اوكي، طيب دي نقطه. لكن دي نقطه. النقطه الثانيه، البنت يمكن خافت تروح الشرطه، مع اني انا مع الشرطه وعارفه ان الشرطه هي في خدمه الشعب وبتحمينا وهي الحمايه، بس ممكن فعلا هي قالت حاجه كده، قالت مظاهرات او تعرفنا على بعض في مظاهرات، فممكن يكون النقطه دي هي اللي خوفتها. لا يا فندم، انا متعرفه عليه في مظاهره للرفق بالحيوان. حبيبتي انا متعرفه عليه في مظاهره للرفق بالحيوان. لا، مش مظاهره من المظاهرات اللي في دماغ حضرتك، يعني اللي هو دي مظاهره للرفق بالحيوان. لا، يعني مش مظاهره سياسيه، يعني او من اجل قضايا سياسيه، مظاهره من اجل الحقوق الحيوان. يعني في جمعيات كتيره بتعمل وقفات كده يعني للتضامن. انا النقطتين دول شدوني، ان هو بره مصر وان هي قاعده مظاهره، فطالما المظاهره مش سياسيه لا ما تخافيش، الشرطه معاكي والبوليس معاكي، واحنا بلدنا اللي بيحميها دلوقتي رجال الشرطه، ربنا يديهم الصحه والجيش طبعا. بشكر. استاذ احمد من المنيا، اتفضل. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. عاوز احمد انا استاذ وائل. اهلا بيك، اتفضل. استاذ وائل، المنيا هنا عندنا في يعني عندنا دي بنت بيت رابط، ان كان حصل كده فعلا، بس في حلقه مفقوده عن لو تراجع حضرتك الكلام تسمع كلمه هي دي اول مره. هي دي اول مره. لا، هو هي هي هو هو هي بتقول انه بيقصد ان هو عمل الحكايه دي مع ناس ثانيه كتير يعني. طب معلش، انا مش بقول عليها حاجه، بس ما يمكن يعني ليه الخلافات ما دبتش الا بعد ما سافر هو، بعد ما مشي. طيب هو امسكهم ليه عشان يعني مسافر. وازاي انا اتصل بواحد عقيد او عميل صاحبي اقول له حصل كذا كذا كذا، وما اقولش لابويا وما اقولش لامي، وفي الاخر يعني اقول انا ما اعرفش كان على كان مجرد صح. يعني في مجتمع شرقي وانت عارف ان البنت ما تقدرش تحكي حاجه زي كده لاهلها، بتخاف تحكي لواحد ما تعرفوش. يا نسا، احكي لواحد ما تعرفوش مجرد انه صاحبك يا فندم. طيب. يا فندم، ده كان واحد على الفيس، مش على مش شايفاه وجها لوجه. استاذه ايه اتفضلي يا فندم. الو، اهلا بيك استاذه ايه، اتفضلي. اهلا. هو انا مش استاذه، انا عايزه بنت طالبه لسه. اتفضلي، حتى لو انت طالبه دائما نخاطب الناس استاذ واستاذه. ميرسي، يعني شكرا لحضرتك. قصدي يعني ان انا بنت، واكيد المجتمع الشرقي ده يعني هيمشي عليا زي ما عليها. تمام. هي دلوقتي حضرتك اوكي، وات ايفر عامل فيها كده ولا مش كده، او احنا بنقول هي دلوقتي بتشهر، في ناس بتقول هي بتشهر بنفسها، احنا بس ناخد لوك بس واحده على البروفايل بتاعها. انا مش شايفه اي صور لحيواناتها، اي صور لقططها، كلابها اللي بتقولها، كل صورها صور ليها بميك اب شكله غريب، ويعني صور ليها كده غريبه، يعني واحده كاتبه سوري، يعني كاتبه في البايو بتاعها اللي هو لا لو سمحت، مش عايزين نستخدم تعبيرات مكتوبه وما ينفعش تتقال على الشاشه يعني. ماشي، هي انا مش هقول حاجات، انا مش هقول، حضرتك تقدر تشوف هي كاتبه ايه، وكاتبه تحت البايو بتاعها رقم كبير جدا فولورز، دي واحدة عايزة فولورز، هي واحدة عايزة فولورز، هي كاتبة كده، هي كاتبة كده انها عايزة فولورز، ومفيش صورة ومفيش يعني مفيش نقطة. طب انت قلت بس خلينا اسمع تعليقها يعني. واضح تليفونها، اتفضل. استاذة نوران، اتفضلي. سمحت، انا بس عايزة اقول حاجة. اولا هي مش طالبه منه مثلا تشهير، يعني انا مش فاهم، واحده تعمل نفسها فيديو على الفيسبوك يبقى كده هي كده اصلا مش عايزه تشهير، تشهير ايه اللي هي عايزاه؟ مش فاهم. انت متضامنه يعني معاها مثلاً؟ يعني. تمام، انا ما بتكلمش في كده، بتكلم مع واحده مثلا منزله فيديو على الفيسبوك وعماله تعيط وعماله تتكلم، معناها كده انا مش عايزه تشهير، تشهير ايه؟ اتشهر.